أهلا بكم في ترند. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أثناء توجيهه كلمة مرئية في احتفال التخرج المرئي لمدرسة البحرين الذي شهد العديد من الفعاليات المتنوعة. الحفل بدأ بكلمة سموه، حيث ظهر في الكلمة المرئية التي خاطب فيها الطلبة الخريجين للعام 2020. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. Class of 2020, you guys are special. It is an honor to join you today to celebrate your accomplishment after years of hard work and studies. The end of a one journey filled with challenges and achievements and the beginning of another one. An important step and transition into the next level of your academic life. With every finish line I cross, I start another race, a race against myself. My achievement on that day helps me set the next goal and so on. لتمكين المواهب البحرينية الشابة من تطوير المهارات وتعزيز الثقة لتسهيل دخولهم المعترك المهني في مجال التقنية المالية والصيرفة الرقمية، أطلق بنك إلى أول برنامج تدريب افتراضي للطلبة الجامعيين والخريجين الجدد. وقد دشن البنك هذه المبادرة من خلال حملة تفاعلية في وسائل التواصل الاجتماعي والمسابقات الرقمية التي تشجع الطلبة على الالتحاق بهذا البرنامج. سلام من السعودية لملكنا ولولي عهده، مناطقنا الإدارية يا مال العز يد وحدة. هذه الكلمات الرائعة هي مطلع الأوبريت الذي يجمع 13 فنان سعودي تغنوا بأجمل السمات التي تتميز بها المملكة. ومن الملفت أن هذه الأغنية قد حصدت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً منذ إطلاقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الجماهير أوصاف مختلفة على هذا العمل الفني، معتبرينه إبداع أو ملحمة فنية أو اجتماع العمالقة. وأعجب العديد بكون الأغنية تمثل الثقافة والتراث السعودي بشكل جميل. نتابع. بروح مبتكرة للارتقاء بالتخرج إلى أفاق جديدة، أضاء برج خليفة بصور خريجي طلبة الجامعة الكندية في دبي، والتي نظمت حفل تخريج دفعة من طلبتها تحت رعاية وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. وتعتبر طريقة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة برفع صورهم على برج خليفة الأولى من نوعها في حفل التخرج الافتراضي الذي يرمز إلى استشراف المستقبل والصمود في وجه الأزمات، حيث يتزامن مع إعادة الأنشطة في الإمارات عقب فترة عصيبة بسبب فيروس كورونا. مجموعة من دور أزياء بريطانية تتعاون في تصنيع وبيع أقنعة مستدامة وقابلة لإعادة الاستخدام تحمي من انتشار فيروس كورونا. هذه المبادرة التي أعلن عنها مجلس الأزياء البريطاني أثمرت عن مجموعة من الأقنعة الواقية المرفقة بأغلفة صديقة للبيئة، يمكن استعمالها عدة مرات للتقليل من النفايات والحد من انتشار الوباء في بريطانيا والعالم، خاصة أنها قابلة للشحن على الصعيد الدولي. أما الهدف منها فليس فقط تأمين الحماية من انتشار الفيروس بطريقة مستدامة، ولكن أيضا جمع 1,000,000 جنيه استرليني يعود ريعها للأعمال الإنسانية وتحديدا إلى المؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال رعاية الطفولة.
يحيي العالم اليوم اليوم العالمي للمحيطات تحت شعار الابتكار من أجل المحيط مستدام، حيث يسلط الضوء على الابتكار في المجالات الضرورية الواعدة التي تغرس التفاؤل ولها القدرة على التوسع بشكل فعال. اقتراح الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات طرح لأول مرة في عام 1992 في قمة الأرض في ريو دي جانيرو، وذلك لنشر الوعي بالدور الحاسم للمحيطات في حياتنا والطرق المهمة التي يمكن للناس بها المساعدة في حمايتها. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر حلقة جديدة من ترند. في أمان الله.